بسم الله الرحمن الرحيم. الحرب العالمية الثانية، بطبيعة كل ما نحكي على الحرب باش نحكي على الأسباب متاع الحرب. أسباب الحرب، أولا الأسباب العميقة والبعيدة. السلم متاع 1919 اللي هي متاع الحرب العالمية الأولى، مؤتمر السلم متاع باريس، زرع بذور متاع نزاعات ومشاكل جديدة ومهدت الحرب عالمية أخرى جديدة. ألمانيا فقدت الوحدة الترابية بتاعتها، وخابت آمال الإيطاليين باش إنهم يتحصلوا على مطالب ترابية، واستأثرت معنا الدول بتاع الحلفاء اللي هما فرنسا وإنجلترا وأمريكا ب80% من احتياطي الذهبي وأهم المستعمرات المحتلة في العالم. عمقت أزمة الثلاثينات 1929، هنا يبين الربط بين أزمة الثلاثينات والحرب العالمية الثانية. المشاكل الاقتصادية لبرشا دول خاصة ألمانيا وإيطاليا لافتقارها للمواد الأولية، ما عندهمش مواد أولية وما عندهمش أسواق خارجية ونبيعوا السلع بتاعتهم، فسارعوا إنهم يلوجوا ويبحثوا على مجال حيوي وطالبوا بتقسيم جديد للبلايس المحتلة للمستعمرات. ثاني حاجة، الأسباب المباشرة اللي خلت الوضع ينفجر وتولي حرب. فشلت سياسة الأمن الجماعي، وعرفت الدول الدكتاتورية كما ألمانيا وإيطاليا واليابان تقارب، وأعلوا معناها التحدي متاعهم للقوانين والمواثيق الدولية. فاليابان غزت ودخلت منشوريا في الصين 1931، وانسحبت من المنظمة الأممية منظمة الأمم في مارس 1933، واحتلت إيطاليا أثيوبيا عام 35، وانسحبت حتى هي من جمعية الأمم في سبتمبر 37، واسترت ألمانيا مقاطعة السار بتاعها عام 35، وخدمت وعملت على أنها مش تسلح الجيوش بتاعها وأنها تستعد للمواجهات العسكرية، في حين الديمقراطيات كما أمريكا وفرنسا وإنجلترا، بحالة فرنسا وإنجلترا ما همش دول ديمقراطية بنسبة 100%، أما بنا نقول ديمقراطية ولت ضعيفة ومسالمة وما هيش قادرة أنها تواجه ألمانيا وإلا إيطاليا، وما قدمتش الدعم الكافي للحكومة الديمقراطية اللي كانت في إسبانيا خلال حربها الأهلية 36-39 ضد الجنرال فرانكو، واللي جاء مساندة لا مثيل لها من قبل الحكومات الإيطالية والألمانية وغيرها. هتلر بدأ يضم ويلم في الملايين الجرمانيين اللي يعيشوا في البرة من ألمانيا، فضم النمسا في مارس 38 وتشيكوسلوفاكيا، وأخيرا بولونيا اللي اجتاحها عام 1939. ففرنسا أعلت هي وإنجلترا الحرب على ألمانيا، وبذلك اندلعت الحرب العالمية الثانية وكلت بعضها. وألمانيا شدت فرنسا في تركينة دقتلها جد بوه الكل ماني ناشي. تعادل ديريكت لمصيفة مباشرة لنتائج الحرب العالمية الثانية حكم برنامج سناء ما فيش أطوار الحرب لثقافتكم العامة تنجموا تشوفوا. باش نحكوا على ثلاثة حوايج، أولا الحصيلة البشرية والاقتصادية، عدد الضحايا والموتى تجاوز 50 مليون قتيل و 35 مليون جريح. تراجع الوزن الاقتصادي متاع الدول الأوروبية بسبب البنية التحتية متاعها اتدمرت وتفاقم الديون متاعها، كما تحولت القارة هذه المجال تنافس شديد بين أمريكا من جهة والاتحاد السوفيتي من جهة أخرى. في مقابل التراجع الوزن الاقتصادي متاع القارة الأوروبية، الدعم اقتصاد برشا دول أخرى وتقوى كما الأرجنتين وأستراليا وكندا، لكن تعتبر أمريكا أكبر وأهم مستفيد من الحرب العالمية الثانية
بطبيعة خطر خطرها تخلصت نهائيا من مخالفات أزمة الثلاثينيات الاقتصادية، وضاعفت إنتاجها الصناعي بنسبة 75%، وصارت معناها تملك وتمتلك 80% من الذهب في العالم. والعملة بتاعتها اللي الدولار ولا الأول عالميا في المرتبة الأولى، في المكانة الأولى في العالم الناس كل تتعامل بيه. ثاني حاجة، الخريطة السياسية الجديدة الجيوسياسية الجديدة للعالم عام 1945. الخريطة موجودة في الموقع بتاعنا وموجودة في مجموعتنا على الفيسبوك، بطبيعة الرابط دي مخليهم في وصف الفيديو. المستعمرات الإيطالية واليابانية تم تصفيتها بالكامل، ما عادش عندها حتى وزن استعماري في العالم. ويعتبر الاتحاد السوفيتي أكبر مستفيد، علاش؟ خاطره استرجع دول البلطيق وجزء من بولونيا اللي توسعت معناها في شرط الغرب على حساب ألمانيا، كما ضم الاتحاد السوفيتي جزر الكوريل على حساب اليابان. وبطبيعة في الوقت هذاك تقسمت ألمانيا المناطق احتلال بين الحلفاء فرنسا وإنجلترا والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، الجهة الغربية تحت الرأسماليين والجهة الشرقية تحت نفوذ الاتحاد السوفيتي، وبرلين العاصمة تقسمت الأربع مناطق نفوذ للدول هذه. آخر حاجة، نشأت منظمة الأمم المتحدة. قرر الحلفاء من خلال الندوة يالطا اللي عملوها في فيفري 45 أنهم يبعثوا وينشوا منظمة دولية جديدة تهدف زعما انها باش تحافظ على السلم في العالم واحترام حقوق الانسان وتطور التعاون الدولي. وتم الاعلان على ميثاقها والقوانين بتاعها في جوان 45 في سان فرانسيسكو. اعتمدت منظمة الامم المتحدة على عدة هياكل كما نشوفوا فيها اليوم، كما مجلس الامن ومحكمة العدل الدولية وغيرها. وهيمنة الدول الدائمة العضوية بالطبيعة على المجلس الامن لتمتعها بحق النقد. منظمة الأمم المتحدة تعاملت على قياس الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية باش تحقق مصالحها الاحتلالية في العالم. معنيناش هذه درس الحرب العالمية الثانية.